تحكوت على الشخصيات اللبنانية. نعم. اليوم بدي أقول أدوس هون الشخصيات اللبنانية اليوم أول شيء يعني هي محط اهتمام كتير كبير. اليوم في شخصيات بهذه السنة انحكى بأسماء كتير على مستويات كتير كبيرة، سواء على كان على خلاف سياسي، سواء على كان اغتيالات، سواء على كان على فساد، ولكن لا نعلم ماذا ينتظر في هدول السياسيين بالعام 2021. شو عم تشوف دكتور توم؟ يلا رح شوف لي. رح نبلش طبعاً بفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، برجه طلع هو الميزان، هن كانوا يحتفلوا له بعيد مارم خايل، كنا معتقدين انه برجه الدلو هو عيد مارم خايل ب 18 شباط. نعم. يحاول الرئيس العماد ميشيل عون في الفترة المتبقية من عهده تعويض ما فاته من فرص محلية واقليمية ودولية وابراز خصوصيته واستقلاليته عن جبران باسيل الذي صبغه بطابع فئوي ضيق، كما بدأ يشعر أن التصاقه بحزب الله صار عبئا عليه وعلى تياره الذي خسر الكثير من التأييد الشعبي بين طائفته والطوائف الأخرى. اليوم وقت نحكي هذا التوقع يعني بي 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 من وجهة نظرك هذا الشيء ممكن يصير بسنة 2021 خلال هذه السنة، ولا هي بأسس لهذا النوع من الخيارات وممكن يستمر لسنوات؟ يعني هذه التوقعات اليوم ممكن تاخذ لتتحقق سنه سنتين ثلاث سنوات، ما هو الاطار الزمني لها؟ الاطار الزمني انه يعني هي اصلا صايره بس مش بالعلن. نعم. بس رح تصير اكثر بالعلن، هيك معناتها، ورح تستمر. نعم. لسنوات، يعني الله يطول بعمره. فسوف يختار الحياد السياسي والوطني وحمايه نفسه من العقوبات الدوليه، سيعمل على تحقيق قانون العفو العام، هذه نقطة كثير مهمة كثير ناس ناطرينها، وتحويل جزء منه إلى عفو خاص، وسيسعى بجدية إلى إيجاد حل لإرجاء المبعدين اللبنانيين إلى إسرائيل، وسيوفق بذلك. وهذه أزمة عمرها طبيعي سنوات، يعني عمرها ما بعرف قديش إلا من سنة الألفين، من سنة الألفين صحيح، فلازم يلتقي لها حل. 2021 سنة مصيرية في حياة ميشيل عون السياسية والصحية، هون ما حبيت أوضحها أكثر من هيك. في اليوم هيك توقعات لرئيس مجلس النواب نبيه بري كمان. أوكي، رئيس نبيه بري برجو الدلو. نعم. سيف العقوبات المسلط فوق رأس نبيه بري جعله يتبنى البدء بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل بوساطة أمريكية. الولايات المتحدة تعمل على خلق شرخ بين حركة أمل وحزب الله وتنجح نسبيا. نعم. في ذلك حرب عائلية بين أولاد نبيه بري اللي هن عبد الله وباسل على النفوذ والمكاسب. نعم. لن ينجح الرئيس بري في تسويق مشروع جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، ويبقى طرحه فزاعة يستعملها عند الحاجة. نعم. بنروح لعند رئيس سعد الحريري. رئيس سعد الحريري هذه السنة كانت سنة هيك مفصلية لألو، خلينا نقول. اليوم هو عم بيخوض خليني اقول نزاع سياسي حكومي كثير كبير، صار لنا اشهر شايفينه هيك بوجه كثير خليني اسميه كالم يعني، وعم يشتغل على هذا الملف بهدوء كثير كبير، ومن دون هبرجه اعلاميه، من دون تصريحات، بعضه محافظ خليني اقول على هدوءه ولا سكينته يعني، وما عم نسمع بالوقت اللي بتقول انه هيدي المره بده يقول المن بينقال، بيرجع بنلاقيه بعضه متماسك ومنتظر. شو عم تشوف بالنسبه لرئيس سعد الحريري؟ هو بعد لهلا ما بقى البحصه ما بقى البحصه، هيدي هي بده يبقى او ما راح يبقى. رئيس سعد الحريري لمن يهمه الامر برج الحمل. نعم. سيشكل سعد الحريري حكومته بصعوبه في الاشهر الاربعه الاولى من 2021. نعم. خير تمد معه بس واخيرا بس سيفرح إيه؟ بس بيشكلها. نعم. بعد تسويات عدة داخلية وإقليمية ودولية، وبعد أن نموت. لا سلامة قلبي. لا أنه اليوم يعني الشعب اللبناني ما بقى يحتمل هيك أزمة كثير طويلة. الشعب اللبناني ما بيحمل. صحيح. إلا أن إنجازات حكومته ستكون عادية وعمرها قصير. نعم. سيوافق على إجراء انتخابات نيابية مبكرة مع تعديلات بسيطة لقانون الانتخابات، كأن يصير سن الاقتراع 18 سنة والصوت التفضيلي صوتين، وكل شخص يمكنه الاقتراع في مكان سكنه. كما سيعمل سعد الحريري على تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وتطبيق الحياد الإيجابي وفصله عن نزاعات المنطقة.
يستعيد سعد الحريري قسما من الشعبية التي خسرها بإدخال عناصر شبابية في لوائحه الانتخابية المقبلة. نعم، كنت حكيت بأول توقعاتك بشكل عام عن لبنان، حكيت عن خطر أو توقعت حادث أمني قريب من منطقة الضاحية أو بقلب الضاحية، توقعت شيء يطال خلينا نقول بطريقة ما حزب الله. يعني اليوم أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، في عندك هيك شيء تخبرنا عنه؟ السيد حسن نصر الله برجه القوس، والقوس ميزته أنه بيحكي وبيفعل وبينفذ، مشان هيك نعم. الإسرائيلية بيحسبوا له حساب كثير وبيسمعوا له كل مقابلاته، نعم. لأنه بيعرف أنه اللي بيقوله بنفسه. ينقص قليلا عدد نواب حزب الله في أي انتخابات نيابية مبكرة محتملة، ويحصل تباعد بين بيئة الحزب وبين القيادة، لأنها البيئة يعني تحمله جزئيا مسؤولية تغطية الفساد والحصار الاقتصادي المفروض على لبنان. نعم. يخشى السيد حسن نصر الله من مقولة نعم. عند اختلاف الدول احفظ راسك، وقد تكون سياسة إيران الجديدة في علاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة قد تفرض عليها تعيين أمين عام جديد مدني لحزب الله اللبناني. هيدي احتمال مش إجبار يصير، مع أنه أنا يعني بنظري الشخصي بلاقي أنه أفضل أمين عام إجا لهلا لحزب الله. نعم. اليوم وليد جملاط شخصية سياسية كانت هيك محط دايما جدل ومحط انتباه، مواقفه هيدي السنة كانت كتير قاسية، وهو كان على متابعة حساسة لملف كورونا والملف السياسي، وكان دايما هو خلينا نقول بمواقفه متميز عن غيره. وين حنشوف هيك بال 2021؟ شو رح نشوفه؟ وليد جملاط برجه الأسد، مع أنه هو إنسان بيتميز صحيح أنه هو حدي أخذ الحدية من مواصفات برج الأسد، لكنه مزاجي ومتقلب في أفكاره. نعم. وهيدي عادة تأخذ من برج الجوزاء، ممكن يكون البرج الطالع تبعه الجوزاء. ترتفع حصة وليد جملاط النيابية قليلا، وينتزع من طلال أرسلان مقعده النيابي. نعم. يعني ما راح يكون مثل العادي يترك له مقعد فاضي، هالمرة بده يكسح كل المقاعد. أوكي. يحصل من روسيا على الدعم السياسي والمساعدات المالية لمناطقه الشعبية، يسعى أن يكون حياديا ووسطيا وينجح في ذلك. صحيا سيعاني جملاط من آلام في الظهر والمفاصل. نعم. من عند وليد جملاط بدي روح لعند رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. الدكتور سمير جعجع كان على هذه السنة كمان صار فيه هيك كتير حديث عن عارض صحي، عن وضع صحي معين، رجع هو طبعا نفى هذا الشيء بشكل كلي. واليوم كمان حزب القوات هيك خليني اقول بعيد شوي عن مش بعيد عن السياسه، يعني قرر هيك ياخذ موقف كمان مثل وليد جملاط مغاير، ولا بالعكس ابعد من الاطراف البقيه. وين شايف حزب القوات اللبنانيه وسمير جعجع تحديدا بالسنه المقبله؟ دكتور سمير جعجع برجه العقرب. نعم. والعقرب ما بيساوم على اقواله وافعاله ومبادئه، ما بيغير. نعم. تزداد حصة كتلة الجمهورية القوية بنسبة 30%، ويبقى سمير جعجع في صف المعارضة ويدعم الثورة مما يزيد من شعبيته. يركز على إنماء المناطق المسيحية بخلق تؤامة بين كل قرية مسيحية مع قرية أجنبية. قد يدخل المستشفى لإجراء علاجات طبية ضرورية أو عملية جراحية. نعم. من عند سمير جعجع بدي روح لعند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. جبران باسيل كمان كان وحده من هذه الشخصيات لهذه السنه، من ايام الثوره لليوم تعرض وعرض خليني اقول لكثير ضغوطات. اليوم هو باي محل؟ اليوم يعتبر هو متهم انه يكون هو لاعب اساسي بكل هيدا اللي نحن فيه حاليا، هو سبب اساسي بكل الوضع السياسي اللي نحن فيه، ونظرا من اعاقه تشكيل الحكومه، من كل هيدا الوضع الاقتصادي اللي نحن فيه. وجبران باسيل واحد من اكثر المتهمين بهذا المحل. وين حنشوف دوره بال 2021؟ جبران باسيل برجه الجوزاء. نعم. يتراجع حجم كتلة لبنان القوي بنسبة 40%، واحتمال عودة جبران باسيل كنائب
لا يتجاوز نسبة 40% غنائب عن البترون يعني. نعم. سيحاول عبثا إلغاء العقوبات المفروضة عليه مع الإدارة الأمريكية الجديدة. نعم. التزام جبران باسيل بتفاهم مارم خايل مع حزب الله يبقى صوريا وقد يدعو إلى تعديله أو إلغائه. يزداد الانقسام الداخلي في التيار الوطني الحر وأعداد كبيرة من الكادرات والعناصر تغادر التيار الذي تكبر عزلته الداخلية والخارجية. نعم. اليوم بعد في عنا شخصية أو شخصيتين يمكن بدنا نمرق عليهم. بدي روح لعند سليمان الفرنجي لأنه اليوم عنا هيك توقعات كثيرة على مستوى كمان الإقليمي وعالمي. سليمان الفرنجي وحضرنا له هيك كمقابلة مؤخرا أما قدم تصريح سياسي كان جريء جدا فيهم وكان عنده كمان مواقف كثير قاسية وكان شخص هيك أصلا سليمان الفرنجي دائما يعني ستريكت واللي بده يقولهم هيك قاسي فيهم. هل رح يكون له حضور سياسي قوي بال 2021؟ سليمان فرنجي لبرج الميزان هو الميزان يتسم بالميزانية والتوازن والاعتدال. نعم. سليمان فرنجي يحافظ على حصته النيابية وحظه بالفوز برئاسة الجمهورية المقبلة 50%. نعم. العماد 50 الثانية لمين؟ ما بنعرف. للصدفة والحظ. نعم. العماد جوزيف عون. نعم. قائد الجيش العماد جوزيف عون يبقى حياديا ومرضى عليه أمريكيا وفرنسيا وعربيا وهو بعيد كليا عن الفساد وحظه في رئاسة الجمهورية المقبلة 60%. نعم. يعني لحد هلأ أعلى نسبة من الكل. نعم. يتمكن العماد جوزيف عون من إقناع الأوروبيين هالمرة بده يجرب يحصل من الأوروبيين على سلاح وذخيرة لدعم الجيش اللبناني ودعم غذائي لأنه الجيش اللبناني شبع عدس وبرغل.